يقول: رجل قد قارب 80 من عمره وعنده سرعة البول أكرمكم الله، فهل يلزمه أن يلبس شيئا يمنع ذلك الخارج؟ نعم، إذا جاءت الصلاة يستنجي، يغسل ذكره ويضع عليه شيء يمنع التسرب ويصلي على حاله، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ما دام البول ينزل دائما وبغير اختياره، هذا حدثه دائم. نعم.